اتمنى لكم التوفيق كابتن خالد. لسه نادي الزمالك انتوا مشاركين في بطوله السوبر المصري اكيد يا كابتن في شهر 5، وبالتالي ايضا البطوله العربيه، وبالتالي لسه الدوري كمان يعني طبعا. برضو لا لا، في شهر عندنا العديد 5 من الـ من الـ من الـ المسابقات. نادي الزمالك كعادته دائما المنافس الدائم لهذه البطولات، وان شاء الله هو ده اللي احنا يعني بنسعى ليه عشان نصالح جماهيرنا عن الخروج من دوري الابطال الافريقي وتعادل المنافسه عن الدوري الممتاز حتى الان. سؤالي الاخير يا كابتن، هل يعني جلستم او يعني كان في جلسه مع اللاعبين ما بعد العوده للتدريبات للمعالجه النفسيه ما يعني فيما يخص اللاعبين يعني اتمنى ان انا ارجع الكلام عنه لغايه ما نخلص الاجتماعات الدائمه في مجلس الاداره والاعلان عنها بكل تفاصيل. تمام، برضو عشان بس ما يعني ما اسيبش حياتك وانت يا امين الصندوق وكل التفاصيل الماليه، هل فعلا ما تردد من خلال ان في وقف المستحقات بالنسبه للاعبين في الوقت ده؟ يعني ده هناك تصريح العديد من لحضرتك الاجراءات. يعني لا يعني ما انا بقول لك هناك العديد من الاجراءات اللي بتناسب الاحداث اللي فيها خلال الفتره الماضيه. طبعا اللاعبين على فكره هم نفسهم شعورين ان هم ما حققوش طموح جماهيرهم العريضه الكبيره، ونجوم وهم كانوا نجوم في كل الفرق اللي احنا يمكن اشتريناها منهم. فاعتقادي الشخصي هم متقبلين تماما تماما لكل قرارات مجلس الاداره. تمام كابتن خالد، انا بشكر حضرتك واتمنى لك التوفيق، واتمنى لنادي الزمالك التوفيق في الفتره القادمه، وان شاء الله يعني الامور تتحسن تتعدل بالنسبه لنادي الزمالك. كابتن خالد لطيف امين صندوق نادي الزمالك، وبشكره طبعا على مداخلته واهتمامه ب يعني بجماهير نادي الزمالك. حقيقه جماهير نادي الزمالك حابه انها تعرف كل التفاصيل الخاصه بالفريق، ما سيحدث